وشعارهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا شعارهم، ما يعرفون لمن مضى ولا لمن حضر في زمنه من المؤمنين إلا مودة، إلا محبة، إلا نية خير، إلا معرفة لقدر السابقين في سبقهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإلا طهراً عمن في عصورهم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. لا يعرفون الكيد للمؤمنين ولا الضر المؤمنين ولا ذا المؤمنين. فإذا نظرت حالة المؤمنين على أي صعيد من صعودات التوجهات في الحياة فرأيت بعضهم يعد لبعض بغضاً وحسداً وعداوةً وكيداً، فأعلم أنهم في الخط ذلك والمسلك خرجوا عن سواء السبيل، خرجوا عن حقيقة الإيمان، خرجوا عن حقيقة الصلة بهذا القائد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي يقول من آذى مسلماً فقد آذاني، والذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل ما يحاك في مضادة المسلمين لبعضهم البعض بأي مبرر من المبررات تحت دواعي الأهواء، تحت دواعي الشهوات، تحت دواعي التكالب على السلطات، تحت دواعي الإيثار المالي والدنيا وما إلى ذلك، أو تحت إيثار الجاه، وقد يصدر من منسوبين إلى الدين أو منسوبين إلى الدعوة أو منسوبين إلى نصرة الإسلام، ويأتي حب الجاه فيصرفهم فيكيدون لإخوانهم المسلمين أو المؤمنين أو يباضونهم في قلوبهم ويقع الغل في قلوبهم والعياذ بالله تعالى، فيخرجون بذلك عن سواء السبيل ويخرجون بذلك عن وصلتهم بالحبيب الجليل صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يذوق السقيا من السلسبيل ما داموا على ذلك إلا أن ينتزع منهم هذا الفتيل، فتيل الغش والغل الذي يوضع في القلوب ويتعرض له من لم تتمكن صلته المحكمة بشيخ مرب مزكي من شيوخ التزكية الذين ورثوا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.